تركة ثقيلة على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، تغيير بأسعار الأدوية وأشحة الصيدليات الحكومية منها، وتكلفة مادية على المرجعين في العيادات الخاصة. من صعد الدولار صعدت كل الأدوية، والدكاترة صعدت، الأدوية صعدت، كلها صعدت حقيقة. الدكاترة المفروض ينزلون شو اسمه الأسعار. المستشفيات الحكومية تروح ما يدور وجه إليك، لا الدكتور لا المضمد ولا أي واحد، حتى اللي قاعد على كارتات ما يدير وجهك. لكن تعال هسه المجمع، أهلا وسهلا وأهلا شيء، لكن غضب الأسعار. تغير صعدت الاسعار هسه بالزايد، قاعد العلاج اغلى هسه قاعد هسه انا جايب لي 150 ما يكفي الا راح اخاف العود يديلون راح ادين الله شاهد. يعني الوضع تعبان والدولار صعد هم زين، يعني معاملة على قولتك لو تروح المستشفى ما يعاملونك مثل ما تعاملونك هنا زين، والفقير الى رب العالمين يا الله. رسالة يوجهها المواطن باسم الإنسانية لمراعاة الأوضاع المادية بخصوص سلسلة الإجراءات الصحية في العيادات الخاصة، والتي لجأ إليها المواطن لفقر القطاع الصحي الحكومي. والله خل أقول لك، يعني هم كل الاستاف كلهم أطباء يعني موجودين بالمستشفيات أكيد، لكنه التشخيص وين؟ التشخيص بالعيادات المسائية. نطالب يعني باسم الإنسانية، هم يحملون إنسانية ما نطعن بيهم، لكنه شوية عينكم يعني، هاي مناشدة باسم الإنسانية وباسم الإسلام يعني. يعني 25,000 تقص باص، 25,000 تقص باص، يوديك الدور من للسونار، بعد السونار من فراس يوديك للأشعة، يعني ما تطلع إلا ب 500,000 المشتكي لله. فإحنا من خلال قناتكم الناشد الحكومة، الناشد الرقابة، أكو رقابة مالية؟ ماكو رقابة مالية؟ أكو رقابة مالية اقتصادية تراقب هذا الشيء. محاولتنا لدخول طوارئ مستشفى الصدر التعليمي فشلت بحجة عدم استحصال موافقة الدخول لتوثيق ما بداخل المستشفيات الحكومية التي تعرف بعلامة وجود عيادة خاصة أمامها كدليل على خلو الصيدلية الحكومية من الأدوية وأدوات العلاج اللازمة. من البصرة الكنتقي، قناة التغيير.